النهاردة عايزة بقى أكلمك كده في موضوع مهم جدا عن ميجان ماركل والأمير هاري. خير اللهم اجعله خير. خلاص ده ملوش أمة أمير، ده خلاص بقى مواطن عادي خالص، خلي البساطة أحمدي كده. لا عنه مش أمير، خلي البساطة أحمدي كده، هو راجل مش عايز بقى. مش عايز؟ عملوا إيه أكتر من إن هما يتنازلوا عن ألقابهم الملكية؟ عملوا أكتر من كده يعني؟ هو سابوا العيلة وخرجوا بره العيلة عشان يعيشوا مواطنين عاديين. ده حقيقي. الله يرحمك يا ديانة. بس أنت اللي مالك سخنان عليهم ليه كده؟ لا ما في حد يتنازل عن اللقب ده يعني ولا البوزيشن ده. يعني بوزيشن عالي قوي يعني. هم كل اللي عملوه إنهم قرروا يستعينوا بخبيرة علاقات عامة علشان يحسنوا صورتهم قدام المجتمع. ليه هتعمل إيه يعني العلاقات العامة؟ خبيرة العلاقات هتعمل إيه؟ عشان صورتهم تتحسن. تعبين نفسهم ليه؟ ما خلاص تنازلوا عن المنصب. يعني إيه هيحسنوا صورتهم إيه يعني؟ يخلوا الناس يشوفوا، هم نفسيهم بقى اللي يعملوا افعال يخلي الناس تبقى راضيه عنهم ومبسوطه منهم هم بنفسيهم. بص هو الموضوع شكل ليه ابعاد تانية احنا مش واخدين بالنا منها، لانهم يستعينوا بخبيره علاقات عامه وخاصه الخبيره اللي كانت مع اوباما وقت ترشيحه للانتخابات الرئاسيه الامريكيه. الموضوع كده فيه ان وابعاد سياسه برضو؟ شكلها ما هو اشمعنى دي اللي استعانوا. طب هم يعني هم كانوا من اعضاء العيله المالكه وفي طموح اكتر من هم يبقوا اعضاء من العيله المالكه البريطانيه. من العيله المالكه ده ما كانوش مناسبين الحكومه زي ما عمنا عبد المدبول الله يرحمه. أيوة. الف راوي سكينه فاكراه، ده كانوا الحكومه نفسها زي ما قال السقا قال في الجزيره، في فيلم كان الجزيره ده حقيقي. هم كانوا الحكومه، ما فيش حكومه، انا الحكومه، هم كانوا الحكومه صحيح. مساء الفل على السقا وحبايبنا كلهم. بس مهم جدا برضو الواحد يحسن من صورته وشكله قدام المجتمع لانهم شخصيات عامه مهما كان، فعشان يعرفوا يعيشوا حياتهم بشكل كده. ما هو لو اندمجوا في وسط المجتمع خلاص يعني. هو لازم يبقى يقول انا امير سابق. انا بقول لك هو شكل الموضوع فيه ابعاد، فيه ابعاد تانية، فيه ابعاد كتير جدا.